من هو إلياس شتي لاعب الوداد الجديد؟ وهل جاء بالفعل لتعويض رحيل محتمل لعطية الله؟ بدأت مسيرة إلياس شتي في عام 2014 حين تم تصعيده إلى الفريق الأول في اتحاد عنابة، قبل أن ينضم في نفس العام لاتحاد الشاوية الذي بقي معه حتى 2017، بعد أن نجح في إقناع مكونات شبيبة القبائل بضمه، ولعب لصالحه 47 مواجهة سجل خلالها هدفين. في سنة 2019 وقع إلياس عقدا مع الترجي التونسي وبقي معه حتى 2022، ونجح في الفوز حينها بثلاث بطولات وكأس تونس، كما لعب لصالح منتخب الجزائر للمحليين وقاده نحو التتويج بكأس العرب قطر 2021، ليرحل بعدها عن الترجي إلى أونجي في صفقة انتقال حر في صيف 2022. قصة سجن إلياس شتي. ارتبط اسم إلياس شتي بأزمة أخلاقية يعود تاريخها لعام 2022، وبالتحديد أثناء فترة إقامة كأس العالم بقطر والتي غاب عنها منتخب الجزائر، حيث أصدرت محكمة في فرنسا حكما بالسجن لأربعة أشهر مع إيقاف التنفيذ على اللاعب بسبب اتهامه بارتكاب فعل غير أخلاقي وملامسة فتاة في ملهى ليلي حسب اعتراف اللاعب نفسه. وتسبب لاعب الوداد الجديد في إقالة مدربه في أونجي عبد العزيز بوحزامة بعدما دافع عنه بشكل غير لائق، حيث قال: لا مشكلة، جميعنا لامسنا فتيات من قبل. هل جاء إلياس من أجل تعويض رحيل المرتقب لعطية الله؟ قضى يحيى عطية الله موسما شاقا رفقة الوداد الرياضي، إذ كان دائما الخيار الأول لجل المدربين الذين تعاقبوا على تدريب الوداد خلال هذه السنة. ففي الوقت الذي تراجع فيه مستوى اللاعب الصاعد حمزة أيت علان، كان من الضروري إيجاد بديل ليحيى خلال المنافسات المقبلة، كما أن تواجد إلياس سينعش التنافس داخل هذا المركز في صفوف الفريق الأحمر. ويبقى رحيل عطية الله من بقائه رهين بقيمة العروض المقدمة وبمستوى إلياس وأيت علان خلال التربصات الإعدادية، للنظر في إمكانية رحيل عطية الله مقابل مبلغ مادي مهم دون خلق مشاكل في مركز الظهير الأيسر داخل تشكيلة الأحمر الوداد. ما هي أبرز مميزات إلياس شتي؟ وكيف يمكنه تقديم الإضافة لنادي الوداد الرياضي؟ إلى جانب مهامه الدفاعية، يعد إلياس لاعبا نشيطا داخل المستطيل الأخضر، يملك قدما يسرى متميزة تمكنه من مد زملائه بعرضيات على المقاس، كما راكم خبرة محترمة سوف تمكنه من تحمل ضغط الجماهير الودادية التي تطالب دائما بالمنافسة على تحقيق الألقاب وطنيا وقاريا.